مساء الخير. هو في ايه أسوأ من ان طالب لما يقرر يغش فيغش في امتحان الدين؟ ده اللي حصل النهارده في اول يوم لامتحانات الثانويه العامه. تخيلوا، كان في امتحانين لمادتين مش بيدخلوا اصلا في المجموع، التربيه الوطنيه والتربيه الدينيه. يقوم ثلاثه من الطلبه يصوروا اسئله الامتحانات بالموبايل ويبعتوها لجروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا بقى نقطه مهمه، الطلبة الثلاثة دول من ثلاث محافظات مختلفة، من قبلي ومن بحري، الغربية والشرقية وإنا، يعني الثلاثة مش متفقين مع بعض، لكن نقدر نعتبرهم عينة عشوائية من طلبة الثانوية العامة، عينة بتكشف تغلغل ثقافة الغش المباح بين فئات كتيرة من المجتمع، لأنه اللي حصل النهاردة مش ممكن أبدا نعتبره حالة فردية. ده في منظومة غش متكاملة، من أول الأهالي اللي بيقفوا تحت شبابيك لجان الامتحانات لحد صفحات التواصل الاجتماعي اللي ليها متابعين أكتر من عدد الطلبة نفسهم. ولأن الغش في حد ذاته جريمة بقت سلوك عادي عند بعض الناس، فمش غريبة بقى إن احنا نوصل بالغش إنه يتغش في امتحان الدين نفسه. وهنلاقي انه اي طالب غشاش مفيش عنده مانع ابدا انه يغش، ولو حتى نص الحديث النبوي من غشنا فليس منا. والسبب ان في حاله فصام واضحه ما بين قشره الاخلاق وبين مضمون الاخلاق، بين المظهر الديني وبين جوهر الدين. تعالوا كده نفتح مع بعض اي فيديو من فيديوهات الغش الجماعي، شوفوا كده الامهات اللي واقفين بره لجان الامتحانات، شوفوا لابسين ايه، بيعملوا ايه، بيغششوا عيالهم. طيب لابسين ايه؟ لابسين حجاب او نقاب. هذه نقرة وتلك نقرة. اللبس مهم بس الغش عادي، الشكل الخارجي هو الاساس، انما اي حاجة تانية ممكن يكون ليها تخريجة. عايزين نغش في امتحان؟ مش مشكلة. عايز تزور شهادة تطعيم؟ مش مشكلة. عايز تاخد رشوة؟ عادي، كل ده ليه تبرير. هنا بقى لا يمكن ان احنا نتجاهل نوعية الخطاب الديني خلال اكتر من 40 سنة فاتوا. خطاب كان بيركز على المظهر، على الطقوس الدينية، وناسين خالص الجوهر ومبادئ الدين. في هذا الخطاب الديني كنا بنسمع كتير عن شروط الزي الشرعي، ندخل للحمام برجلنا اليمين ولا رجلنا الشمال، لكن بنسمع قليل قوي عن مبدأ احترام القانون والالتزام بالنظم المعمول بيها في الدول، مع ان المفروض ان هذا الالتزام من الناحية الدينية هو نوع من الوفاء بالعهود. القوانين هي عهود بنتفق عليها مع المجتمع احنا كأفراد، عقود الكل لازم يلتزم بيها، لكن لسبب او لآخر الجزئية دي بالذات غايبة عن الخطاب الديني لسنين طويلة، وكانت النتيجة إن اللي بيتحايل على القوانين والأنظمة مش بيحس خالص بأي ذنب، مع إنه ذنب، لأن هذا التحايل بيأذي الغير، بيأذي مجتمع كامل، مجتمع ممكن يتحول فيه الطالب الغشاش بعد كام سنة لمهندس غشاش يبني بيوت تقع على الناس، أو مسؤول في شركة أغذية بيزور تاريخ الصلاحية، مش مهم الناس تتسمم، مش مهم الناس تموت. والغش في الامتحانات في حد ذاته عبارة عن عملية سرقة لحقوق طلبة متفوقين، هيلاقوا الطلبة الغشاشين دول بيزحمون في مكتب التنسيق، بيزحمون في الكليات على وظيفة المعيد. وفي كل مجال عمل بيشتغل فيه شخص اتربى على ان الغش مباح وانه نوع كده من الشطارة والفهلوة، وان اهم حاجة بالنسبة له انه يبان كده بس قدام الناس انه صاحب اخلاق، رغم انه في الحقيقة ما عندوش أي أخلاق. وده لوحده أكبر أنواع الغش المنتشر في زماننا. عشان نعالج الوضع ده محتاجين وقفة كده طويلة عشان نعرف إيه أسباب الدواء وأسباب هذا الداء. مصر جديدة، أهلا بيكم.
وبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة النهاردة. كان في أكتر من 700 ألف طالب من علمي وأدبي متوزعين على حوالي 2089 لجنة امتحانات على مستوى الجمهورية. طلبة الثانوية العامة النهاردة امتحنوا في أول مادتين زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية، التربية الدينية والتربية الوطنية. بكرة إن شاء الله هيمتحنوا في مادتين تانيين، الاقتصاد والإحصاء. زي ما كان في النهاردة مئات الآلاف من الطلبة جوه لجان الامتحانات، كان في برضو مئات الآلاف من الأسر في حالة طوارئ. وكما جرت العادة بعض أولياء الأمور كانوا واقفين بره لجان الامتحانات عشان يطمنوا على أولادهم وبناتهم. إيه بقى الانطباعات عن أول يوم في امتحانات الثانوية العامة؟ امتحان دين وتربية وطنية، وطبعا الموضوع كان صعب في الأول عشان أول امتحان بابل شيت، بس يعني حاولنا نتأقلم مع الموضوع وإن شاء الله المرات الجاية هيبقى أحسن. أحسن حاجة إن هو مش مخليين المواد الصعبة في الأول زي في السنين اللي قبل كده، يعني التربية الوطنية والدين هي مواد خفيفة، وعلشان يعني نبقى داخلين نبقى خلاص التوتر راح في أول يوم وكده وحاجة خفيفة. كنت خايفة جدا ومتوترة جدا وبتاع، بس يعني لقيت الامتحان سهل قوي وخلصته في اول 5 دقايق اصلا. كانت حاجه كويسه ان هم بداوا بمواد خفيفه، يعني اللي هو استعد بنفسي اللي هو لبقيه المواد، يعني اللي هو مش هخش على عربي على طول اخش اللي هو مجبوط بقى، وان انا اول مره اخش امتحان والامتحان صعب وبتاع وكده. لا كان كويس ان هم دخلوني بمواد سهله. النموذج كان كويس وكده، وكان اسهل بالنسبه لنا ان احنا نيجي نحل كده بدل ان هو يجي لنا الاسئله، والموضوع كان سهل علينا يعني ما كانش صعب، ما كانش فيه توتر ولا اي حاجه. اهم المواد اللي جايه عندي ان شاء الله يعني العربي والتاريخ، مواد مهمه ولازم يعني نركز فيها ان شاء الله. هو نظام الحل حلو، بس ممكن في طالب في البابل شيت يتلخبط ينقل يعني الاجابه دي بدل دي زي ما انا عملت دلوقتي. دخلت كان في توتر، بالذات ان كان في يعني المنظر من بره كان يخوف، وتوترنا من المدرسين ودخولهم، بس يعني بعد كده استريحنا وخدنا على الجو. من المواد بالنسبه لي هي التاريخ والانجليش، و يعني يا رب 89%. البابل شيت هو حل حلو فيه، بس المشكله ان الدوريات صغيره جدا، فاي حد مثلا مش هيركز فيه هيجيب الاجابه غلط، حتى لو هو عاملها صح بس هيجيبها في البابل شيت غلط. بالنسبه للنظام الجديد هو احسن من النظام القديم، عشان برضه حاجات الكترونيه وفي المكتبه الالكترونيه دي، فكانت بتساعد الناس ان هي تاخد المعلومات احسن. ونظام الامتحانات احسن من البابل شيت وكده، كانت احسن، وفي كذا نظام الامتحانات عشان منع الغش يعني. بصراحه وانا لما دخلت حسيت بتوتر شويه لان ناس كتير وكده، فحسيت ان انا مخضوضه شويه، بس الحمد لله لما شفت الامتحان الموضوع ما كانش صعب قوي. الحاجه الحلوه انه اولا قبل ما اروح امتحان العربي بدل التوتر اللي انا لسه اول مره اشوف المدرسه، فانا كده هتبقى تالت مره ليا ان انا اروح العربي، فهتبقى ايه يخفف التوتر شويه. دماء على أسوار جامعة المنصورة، جريمة بشعة في عز النهار، ضحيتها نيرة أشرف. نيرة طالبة في سنة تالتة في كلية الأداب، المجرم زميلها في نفس السنة في نفس الكلية محمد عادل، ذبحها بدم بارد قدام بوابة جامعة المنصورة. طلبة الكلية كانوا لسه خارجين من الامتحانات، ونيرة كانت رايحة على موقف المواصلات علشان تسافر على بلدها، كانت رايحة المحلة. كان في مقدمات للجريمة البشعة دي، لأنه كانت نيرة رافضة محمد عادل أكتر من مرة أنه يكون بينها يعني وبينه أي علاقة عاطفية، هددها بالقتل، والنهاردة فعلا نفذ تهديده، مسك فيها وهي خارجة من الجامعة، ضربها بالسكينة، ذبحها، وبعد كده حاول ينتحر بنفس السكينة. اتقبض عليه طبعا على طول، ولكن هي جريمة بشعة باسم الحب، وأكيد الحب بريء من أي دم، الحب بريء من قتل نيرة أشرف الله يرحمها. حقيقة يعني أنا مش عارفة هو كان إيه اللي جوه دماغه. عزقنا لأسرتها ولزمايلها في جامعة المنصورة في انتظار القصاص العادل الناجز من المجرم اللي تجرد من أي مشاعر إنسانية وهو بيخطف روح شابة لسه في بداية حياتها. معانا على تليفون دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة. دكتور أشرف أهلا بحضرتك، وإيه اللي حصل بالظبط؟
اهلا استاذ انجي، اهلا بحضرتك، مساء حضرتك، الفل، اخبار حضرتك ايه؟ كله أهلا تمام. هو طبعا في البدايه يعني انا بشارك حضرتك في تقديم التعازي للاسره لينا كلنا يعني، واحنا طبعا بنعزي حضرتك انت كمان وكل اسره الجامعه الحقيقه. يعني فندم، هو العزاء موقف صعب، العزاء المفروض يبقى للبلد كلها يعني. هي الجريمه في حد ذاتها يجب ان يعني نقف امامها ونستمر في دق ناقوس الخطر يعني، لان ما حدث اليوم جريمه بشعه بكل المقاييس، بتوصل او بتوضح لينا خلل كبير موجود بدا يبان ويزيد في المجتمع، وهي ظاهره العنف يا فندم. يعني الغل والطريقه البشعه اللي تم بيها عمليه القتل دي يجب ان تدرس يعني، ويعني نستغلها ونستغل برنامج حضرتك ووجود الاستاذ رشوان مع حضرتك بعد كده في البرنامج، عشان يعني ده يجب ان يطرح على مائده الحوار الوطني يعني. انتشار العنف الكبير كلنا عارفين جزء كبير من اسبابه يا استاذ، يعني حضرتك عارفه يعني قد ايه افلام العنف اللي موجوده دلوقتي، وقد ايه يعني للاسف الشديد نجوم كثيره موجوده في الصوره وليها مريديها وهم بيروجوا لهذا العنف، فدي لازم نحطها في الاعتبار حضرتك. وبغض النظر عن الجريمه حصلت قدام جامعه المنصوره او حصلت في اي شارع في مصر، ولكن عارف المشكله، المشكله يا دكتور انه ده حصل في عز النهار، يعني مش مثلا بالليل ومحدش موجود في الشارع. حتى لو المصيبه لا لو انا مش قصدي في النقطه دي، حتى لو بالليل طبعا ده مصيبه سودة برضو، لا انا المصيبه الاكتر انها حصلت في عز النهار وناس كتيره كانت موجوده وقعدوا بيتفرجوا، محدش تدخل. النقطه الثانيه بقى يا فندم، النقطه الثانيه الناس اللي اتفرجت وصورت وشيرت على 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 السوشيال ميديا ما تم، اللي مسك الولد ومنعه من الغروب كان واحد من اولادنا اللي واقفين على البوابات ومسكه، وبعد كده الناس اتجمعت حوالين الراجل ده، لكن المشكله الولد ده اللي قتل يعني. لكن المشكله الاكبر زي ما قلت لحضرتك برضو في الناس اللي صورت وشيرت يعني. ما دي النقطه اللي حابه اكلم حضرتك فيها، احنا محتاجين وقفه للدرجه دي؟ احنا بقينا عايزين نصور ونشير وناخد احنا الترند زي ما بيقولوا ونسيب بنت ضحيه بريئه تحت ايد مش يعني اقول ايه، مجنون ولا ايه؟ ده مش عارفه اوصفه اقول ايه، مش عارفه بصراحه يعني. هي واضح ان الوفاه حصلت في ساعتها، لان يعني هي نقلت الى المستشفى وهي متوفاه، لان يعني حجم ما ذبحها يعني شكل الجرح اللي كان موجود وكده. طبعا احنا نسيب النيابه يعني تقول ما تقوله بعد كده بعد التقصي، لكن الشكل والنهايه لا يعني ده يعني ماتت في ساعتها. هو الولد ده تاريخه ايه في الجامعه يعني؟ شوفي حضرتك، احنا لما رجعنا الفايل الاكاديمي بتاع الاثنين سواء كان البنت او الولد، الاثنين ما لهمش حاجه، الاثنين نجحوا في السنتين اللي فاتوا بتقدير جيد، ما فيش حد منهم عليه مخالفات اداريه او تحول لتحقيق مخالفه اداريه، بس بيبقى زمايلهم عارفينهم يعني، بيبقى سمعه يعني كل واحد معروفه يعني. فالبنت الكلام عنها زي الفل وبنت كويسه جدا، الولد ايه الموضوع بتاعه؟ ما اعرفش عنه اي حاجه يا فندم، بس زي ما قلت لحضرتك خلينا نخرج من قصه ولد وبنت، ولكن يعني خلينا نتكلم في الظاهره نفسها، لان ده اللي المفروض نصدره في الوقت ده، وده زي ما قلت لحضرتك فرصة يعني ان ده يتم طرحه على مائدة الحوار الوطني. ماذا هو العنف فعلا ممكن نتكلم عنه انه يكاد يكون شبه ظاهرة، ولكن اول مرة نسمع الجريمة تتم بالطريقة دي على اسوار الجامعة، معلش انه ولد يمسك بنت يذبحها على سور الجامعة، ما هي دي اول مرة تحصل. ممكن تكون اول مرة، بس احتمال كبير ما تكونش اخر مرة، لان زي ما بقولوا حضرتك يعني ده نعالج الظواهر ولكن نعالج اصل هذه الظواهر واسبابها يعني. خلينا يعني انا طبيب فبقول لحضرتك احنا مش مفروض نعالج يعني عرض، ولكن علينا ان نعالج المرض ونشوف سبب المرض ايه ونحاول ان نستأصله يعني. اكيد اكيد. هم كان عندهم امتحان ولا كانوا موجودين ليه؟ هم مخلصين، هي كانت لسه جايه الامتحان، هي ما كانتش لسه يعني، هم كانوا داخلين الجامعه مش خارجين من الجامعه، هي كانت لسه واصله ودخلت وداخله، وهي داخله عند باب الجامعه
قبل باب الجامعه يعني بحوالي 10 امتار او اقل. هو الولد انقض عليها وحاول بعد كده ان يجري، بتوع الامن جروا ومسكوه ووقفوه، والناس اتجمعت حوالينه وكده، هو يعني خلاص هو اتمسك. هو حاول ينتحر فعلا؟ دي انا ما اقدرش اقول لحضرتك عليها، لان هو يعني اللي هو تم يعني نقله للمستشفى، علشان هو حصل في طبعا من التجمهر الناس حواليه عنده كدمات في وجهه وما الى ذلك، ولكن هو اللي تم القبض عليه في ساعتها وتم تحويله. يعني هل يعني كجامعه يعني هل الفتره الجايه محتاجين خطه للتوعيه ضد ظواهر العنف؟ هي دي القصه الاكبر زي ما قلت لحضرتك، يعني احنا يعني كجامعه زي ما حضرتك بتقولي كناس اكاديميين، احنا عندنا قسم الاجتماع وعنده مفروض ان هو يساعد في طرح هذه المشكله في اسبابها وطرق علاجها. احنا عندنا وحده لمناهضه العنف ضد المراه، يعني هتسافر بكره وتحضر وتروح تعمل سبورت لاسره المريضة، لأن للأسف طبعا احنا مش هنقدر لأسرة الفقيدة العزيزة يعني بنتنا. لكن ما حدث حدث. يعني أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وينضم لنا زميلنا الأستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. أستاذ يسري، آخر تطورات ما حدث اليوم؟ زنجي مساء الخير. أهلا مساء الخير. أولا خالص التعازي لأسرة الضحية اللي لقت مسرحها النهارده على ايد زميلها. تاني حاجه، في بيان صدر من النيابه العامه بيشرح النيابه العامه اشتغلت في ايه في الواقعه دي. الواقعه وفقا للبيان النيابه العامه احنا بنتكلم على حادث قتل المتهم فيها محمد عادل، الضحيه فيها نيره اشرف. الحادث حصل زي ما بيشرح رئيس جامعه المنصوره انه هو كان فيه وفقا للتحريات الامنيه ترصد من المتهم بالضحية، خاصة ان التحريات بتقول ان هم كانوا جايين من المحلة الكبرى في اتجاه المنصورة ناحية الجامعة، وحدث احتكاك داخل الاتوبيس ان هو حاول يدفع لها الاجرة وفقا لتحريات المباحث. هي رفضت، خاصة ان هي في خلافات سابقة وسبق ليها ان هو تقدم لاسرتها للارتباط بها واسرتها رفضت، وان هو في محاضر متبادلة ان هو كتب بعض العبارات عليها على الفيسبوك، وفي محاضر برضو وفقا للتحريات موجوده. اثناء ذهابها وتوجهها ناحيه بوابه توشكا، البوابه المخصصه لطلاب كليه الاداب والتربيه، حاول يحتك بيها، طعنها طعنه في الظهر ثم طعنه اخرى في الصدر، ثم انقض عليها فعمل لها جرح ذبحي حوالي 12 سم من 3 ل 12 سم في منطقه الرقبه. ثم محاولة الأهالي القبض عليه، أحد الأشخاص تمكن منه وتكتيفه، والأهالي هل هو فعلا حاول ينتحر؟ الأهالي حاولوا يعتدوا عليه، لكن ما نقدرش نقول إن هو حاول ينتحر، بدليل إنه الأجهزة الأمنية نقلته للمستشفى، تم إسعافات أولية ليه، تم استجوابه استجواب مبدئي، والآن بيتم التحقيق معاه عن طريق النيابة العامة. النيابة العامة أجرت مناظرة للجثه، واجرت برضه معاينه لمكان الواقعه، تحفظت على كاميرات المراقبه، والنيابه العامه نشدت المواطنين بعدم تداول هذا الفيديو، خاصه ان هو بيأثر على الضحيه واسره الضحيه، وقصه الموقف بتاع الاهالي احمد دي للمره الثانيه بتتكرر، قصة ان الناس يبقى في جريمة صعبة جدا ومؤلمة جدا، كل الشارع جريمة اعتقد هي الاولى من نوعها في مصر، ما شفناش زيها. الناس اصبحت فكره ان انا الجريمه تبقى موجوده، يعني كل الشكر وكل التقدير للمواطن اذا كان هو فرد اداري ولا مواطن في الشارع اللي هو حاول يمنع الضحيه، ولكن في تصرف مش مقبول. انا شفت الفيديو مرتين في بدايه مش مصدق انه في واحد خايف على دراجته الناريه وشايف بنت قدامه عندها 19 سنه او 20 سنه مدبوحه قدامه، حتى ما حاولش ان هو يشارك الناس المواطنين في القاء القبض على الجاني، كل همه ان هو ياخد دراجته الناريه ويبعد، والتاني كل همه ان هو يبقى موجود عشان يوثق الحدث ده، عشان يرفعها على الفيسبوك ولا تويتر ولا انستجرام، عشان يوثق حدث او عشان يطلع ترند. السوشيال ميديا مهمه، ولكن السوشيال ميديا مش مهمه في حاجات بتؤذي مشاعر المجتمع كله. فين انسانيتك يا اخي لما تشوف بنت بتتذبح وانت قاعد حضرتك بتصور علشان تبقى ترند؟
لا هي الجريمة جريمة صعبة وقاسية، وعلينا ان احنا ننتظر تحقيقات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة. ان انا اعتقد انه في مفاجآت في هذه القضية من وجهة نظري، ولكن علينا ان احنا ننتظر التحقيقات. ولكن هذه الجريمة اصابت المجتمع المصري اليوم بصدمة. لو كانت الجريمة حصلت الساعة 11:45 صباحا، يعني في ناس وانا واحد منهم بالفعل انا يعني مش قادر اكمل اليوم بسبب المشاعر الصادمة لكلام اسرة فعلا. البنت قدام المشرحة، كلام عمها، كلام عمتها، كلام خاله، حتى كلام الجيران بالنسبة للمتهم. لا في تفاصيل كتيرة جدا. هل فعلا المتهم لما اتسحب عينات منه ده يعني انا سمعت انه مراسم الدفن بدأت دلوقتي حالا. هو كانت المفروض انه هو في مستشفى مصر الدولي، ان هو انتهوا من اعمال التشريح واعمال الغسل، وكانت النيابة صرحت بالدفن بعد الانتهاء من اعمالها. اعتقد ان احنا هتكون التصريح بالدفن، معرفش هم هيدفنوا اكيد في المحلة الكبرى، اعتقد ان هي لسه ما بدأتش شوية، ولكن التصريح بالدفن واستلام الجثمان تم. اعتقد ان هو ممكن يكون الدفن النهاردة في مقر اسرتها. هو هو دلوقتي بيعملوا مراسم الدفن دلوقتي حالا. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ يسري البدري، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم، وبينضم لنا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. دكتور جمال، حقيقة جريمة اعتقد انها ربما تكون الاولى من نوعها في المجتمع المصري كله. طالب يمسك طالبة على اسوار الجامعة ويذبحها في مرأة من الناس، يعني الموضوع فيه ايه اكتر من زاوية، انه طالب ياخد معاه سكينة ويقتلها مع سبق الاصرار والترصد لانه كان بيهددها قبل كده، والنهاردة بينفذ تهديده. ده ناحية الطالب. الناحية التانية الناس اللي واقفة تصور علشان توثق ما يحدث وما حاولتش انها تساعد نيرة. يعني الحقيقة عندي مشهدين يستحقوا ان احنا نتوقف عندهم. تمام يا غانم. بص يا فندم، اولا المشهد الاول طبعا تحيات النيابة العامة تتصل بنا الى الحقيقة ان شاء الله رب العالمين، وكل ذي حق سيأخذ حقه. ولكن احنا بنتكلم على الشخصية اللي تنفذ ده بدون الدخول في تفاصيل بالنسبة للشخص نفسه، ولكن دايما بنقول الشخصية السيكوباتية او المضادة للمجتمع اللي فيها سلبية، فيها لا مبالاة، فيها عدم اهتمام بتوابع تصرفاته، ليس لديه مشاعر او احاسيس، ده شخصية بتروح للادمان، للاغتصاب، للمخدرات، لاي تصرفات معيبة ما عندوش مانع. التربية، سوء التربية وصلنا الى عدم سماع كلمة لا. قاموس كلمة لا مرفوض، انا ما اتعودتش على سماع كلمة لا، فبالتالي ازاي ترفضني؟ انا هقتلها عشان ما تروحش لغيري. ما تروحش لغيري يا ليه، انا مش هتعيشي اصلا. يعني طالما مش ليا يبقى مش لغيري. ده سوء تربية يا فندم. يعني ده احنا بنتكلم دايما بنقول كل المصايب بتيجي في فترة من 4 سنين ب 12 سنة في التربية. ابنك على ما بتربيه بتجد الثمرة، ثمرة حتى لو انت ربيته صح، لو اصدقاء سوء جم مش هيقدروا ياخدوا منه حاجة، لو ربيته غلط اي حد هيجي في الشارع ينفق فيها هيعمل الغلط. فده سوء تربية وصلنا الى شخصية مضادة للمجتمع. طبعا القتل بدم بارد ده بيوصلنا يقول ان تحت تأثير مخدر، يعني كل الفيديوهات اللي شفناها قلنا لا. يعني من وجهة نظرك ان هو ما كانش في كامل وعيه انه كان واخد مخدرات؟ حتى لو تلاحظ يا فندم في الفيديو اللي نشر قبل كده وشفناه، وانا اول واحد طلبت النهارده الصبح في الدستور قلت يا ريت يتشال الفيديو بسرعه، خوفا على يعني مشاعر الناس. هو فيديو صادق بصراحه. ونمره 2 ان في ناس اضطرابات الشخصيه هتقلد ده، وده الخوف من كده. انت في مرحله مسخ ثقافي، فبالتالي ان اي حاجه غلط او حاجه صح في ناس بتقلدها بلا وعي، ان هي اوريدي ما عندهاش معون اخر للتعليم. يعني حضرتك كطبيب نفسي من رأيك ان احنا لا ننشر هذا الفيديو، وان الاستاذ اللي صور كان الاولى بيه انه يساعد هذه الضحية، وحتى لو صور يروح بيها للتصوير اللي صوره للجهات المختصة، مش ينشرها على السوشيال ميديا. النيابة العامة طبعا هي الجهة الوحيدة المنوط فيها بس ذلك، النيابة العامة. وما عدا ذلك كل ده مجرد ترند 48 ساعة وبيختفي. هذا الشخص اللي صور بدم بارد كده وما راحش ساعد، حضرتك تصفه ايه؟ يعني تشخيصه ايه نفسيا؟ ما بص انا مش عايز يعني الوم عليه، ولكن هي خلاص، هي النهارده ابتدينا نحن ضحايا. يعني انا كنت امبارح بقول ده سفير جهنم، سفير بلا سفارة، سفير جهنم السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا اللي خدتنا ان احنا النهارده نصور اهالينا في اوضاع معينة، نصور زوجاتنا في اوضاع معينة، نصور ولادنا في اوضاع معينة لمجرد الحصول على اللايك والكومنت. بيبقى اللايك والكومنت هو الهدف المنشود من كل حاجه، بدل ما نقول رضا الله
او رضا الوالدين هو الهدف المنشود النهارده. اللايك والكومنت هو الهدف المنشود، فمش هلوم عليه، لان دي النهارده بتتكلمي في ظاهره عامه نتيجه مسخ ثقافي الم بالمجتمع كله. وعلى الدوله ان احنا نحاول كمجتمع مدني مع اجهزه الدوله لازم نرفع من المستوى الثقافي والتوعوي بتاع الشعب ان احنا في الاخر كلنا اللي خسرانين. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا لحضرتك. فعلا جريمه بشعه جدا جدا، لا تكفي الكلمات فعلا لوصف هذه الجريمه. اعتقد انها الاولى من نوعها في المجتمع المصري، ما شفناش قبل كده طالب على اسوار الجامعه يقتل زميلته ومع سبق الاصرار والترصد ويذبحها كده قدام الناس، والناس ما بتساعدش، الناس واقفه بتصور، الناس واقفة بتصور. الحقيقة أنا فعلا حزينة على هذا المشهد. طيب نروح لخبر مهم جدا وزيارة مهمة جدا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر. التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة مهمة في توقيت مهم. والحقيقة أنه في أحداث دولية بتفرض نفسها وبتفرض تحديات كبيرة على العالم كله وعلى المنطقة كلها، وفي أوضاع إقليمية متوترة، في علاقات ثنائية قوية ما بين مصر والسعودية الحقيقة في كل المجالات، وبتعتبر نموذج ناجح للتضامن والتعاون بين الدول الشقيقة. تنسيق بين مصر والسعودية تنسيق مستمر على أساس مبدأ حماية الأمن القومي العربي ورفض أي تدخلات خارجية. وطبعا يعني من أهم ثمار العلاقات المصرية السعودية اللي اتطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة هذه النقطة اللي اتكلمنا عليها، رفض أي تدخل خارجي. بين القاهرة والرياض جسور متينة تمتد بطول الجغرافيا وعمق التاريخ، علاقة استراتيجية تمثل دعامة الاستقرار في المنطقة. وبينما يمر العالم بمنعطف حرج على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية، يتخذ التنسيق المصري السعودي أهمية استثنائية في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة بكل تداعياتها الدولية والإقليمية. فالتوترات المتصاعدة في المنطقة وبؤر الصراع المشتعلة التي لم تهدأ منذ أكثر من عقد من الزمن أفسحت الطريق لقوى إقليمية تبحث في المنطقة عن موطئ قدم لها لتعظيم نفوذها على حساب الأمن القومي العربي. وبينما تفرض الأزمة الاقتصادية العالمية جملة من التحديات تقف حجر عثرة أمام جهود التنمية والاستقرار في المنطقة، تمر الأوضاع السياسية في العالم بمرحلة سيولة مفتوحة على شتى الاحتمالات، الأمر الذي جعل منطقة الشرق الأوسط أقرب من أي وقت مضى للمؤثرات المباشرة للحراك السياسي على الساحة الدولية. ويأتي لقاء القيادتين المصرية والسعودية في وقت اكتسبت فيه علاقات القاهرة والرياض زخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة على قاعدة التضامن الكامل والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الأمن القومي العربي الذي لا يزال يواجه تحديات غير مسبوقة وعلى أكثر من جبهة. اهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديده. النهارده بقى نقدر نقول وداعا لفصل الربيع، لاننا بكره هنستقبل فصل الصيف رسميا. درجات الحراره دلوقتي في معدلاتها الطبيعيه تستمر كده خلال الاسبوع الحالي، وده كلام هيئه الارصاد الجويه. معنى كده ان احنا بعيد عن الموجة الحارة الشديدة اللي كان بقالها كام يوم موجودة في أوروبا. درجات الحرارة درجات قياسية فوق 40 شفناها في أوروبا، فوق 40 درجة تسجلت على فكرة في فرنسا، في أسبانيا، في إيطاليا، لدرجة إنها تسببت في حرائق للغابات زي ما حصل في أسبانيا. آلاف الأفدنة اتحرقت، اضطرت السلطات الأسبانية إنها تعمل إجلاء لسكان المناطق المتضررة.
جنون درجات الحرارة في أوروبا قبل الصيف ما يبتدي بشكل رسمي، ظاهرة لم تحدث من سنين طويلة، وده اللي أكدته هيئة الأرصاد الفرنسية اللي قالت إنه الموجة الحارة المبكرة دي حصلت آخر مرة سنة كام؟ سنة 1947، يعني من 75 سنة. فصل الصيف جايب لنا هنا إيه؟ من أول بكرة إحنا مش عارفين، بس إن شاء الله مش هنشوف هذه المشاهد. الحمد لله نحن في أمان، وعاوزين نعرف أكتر من دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد. أهلا بحضرتك يا دكتور، ومش عارف حضرتك قدام التلفزيون شايف المشاهد ولا لأ، ولكن في حريقة في غابات أسبانيا وفي درجات حرارة فوق معدلاتها الطبيعية في بتجتاح أكتر من بلد في أوروبا، إيه اللي حصل؟ أهلا بحضرتك أستاذ إنجي، وأهلا بكل السادة المشاهدين. ده بداية، الحقيقة أنا مش قاعد بشاشة التلفزيون حاليا، لكن طبعا طوال ساعات النهار بنتابع ما يحدث عن كثب في هذه المناطق. طبعا زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، درجات حرارة غير مسبوقة تؤثر على كافة المناطق وأغلب المناطق، خاصة المناطق الغربية والجنوبية الغربية للقارة الأوروبية. درجات حرارة طبعا مرتفعة غير معتادة هناك، ربما آخر مرة حصل كده سنة 47، بس درجة حرارة توصل للدنيا أن يبقى في حريقة، يعني مش فاهمة إيه اللي بيحصل. بالفعل القارة الأوروبية الفترة الأخيرة بدأت تتعرض لموجات شديدة الحرارة في بعض الأحيان، سواء خلال فصل الصيف أو قبل دخول فصل الصيف مباشرة. ربما زي ما حضرتك ذكرتي ما وصلتش لهذه القيم منذ فترة طويلة. طبعا ده كله بسبب مسار الكتل الهوائية ومصادرها. دلوقتي بنلاقي القارة الأوروبية بتتأثر بكتل هوائية جنوبية بتكون شديدة الحرارة قادمة من مناطق شمال ووسط القارة الإفريقية، بتمر عبر المناطق الضيقة من البحر المتوسط على سبيل المثال مضيق جبل طارق، وبالتالي مش بتمر مسافة طويلة على البحر، ولكن مسارها كله على الأرض. وطالما بتمر على الأرض بتبدأ تكتسب طاقة حرارية أكبر ودرجات حرارة أكثر، فبالتالي بتدخل إلى هذه المناطق بتؤثر عليها بدرجات الحرارة العالية اللي احنا بنشوفها، بالإضافة لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا اللي بيعمل أيضا على الاحتفاظ واحتفاظ درجات الحرارة العظمى دي في الطبقات القريبة من سطح الأرض. وده كل دي عوامل مجتمعة بتؤدي إلى ما نشاهده الآن من ارتفاع جنوني، ربما نسميه جنوني في بعض الأحيان، على مناطق من القارة الأوروبية، خصوصا ان هم مش متعودين على كده، ولا بنيتهم التحتية مصممة انهم يتعاملوا مع مثل هذه الظواهر، يعني غريبة طبعا بالنسبة لهم، والحقيقة حصلت حوادث كتير. طيب احنا هنا في مصر اخبار الصيف عندنا ايه الفترة الجاية؟ الحقيقة من تحليلنا للخرائط الموجودة حاليا وبنبني عليها توقعاتنا، فان شاء الله الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هنا في مصر مختلفة عن الكتل اللي بتأثر حاليا على قارة أوروبا. إن شاء الله طبعا كالمعتاد في فصل الصيف عندنا في مصر بنتأثر بامتداد لمنخفض الهند الموسمي، ده معروف بطقسه بيكون ما بين شديد الحرارة إلى الحر أحيانا، بيمر على البحر المتوسط بيبدأ يغير مساره إلى داخل الأراضي المصرية، بعد مرور على البحر المتوسط بيتم تلطيفه إلى حد كبير وبتنخفض درجات الحرارة طبعا إلى حد كبير، بتوصل عندنا هنا ما بين 36 ل 38 درجة مئوية على القاهرة ده خلال فصل الصيف بوجه عام، ولكن بيصاحب ذلك زيادة في نسب الرطوبة. أما على مدار أسبوع أو 10 أيام قادمة فإن شاء الله طقس مستقر، درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، بنلاقي درجة الحرارة على القاهرة هتكون ما بين ال 34 و 35 درجة مئوية، ربما على نهاية الأسبوع هيكون في ارتفاع طفيف بمقدار درجة لدرجتين، ربما ثلاث درجات على الأكثر على كافة مناطق. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. طيب الحقيقة يعني مهرجان الجونة، مصير مهرجان الجونة السينمائي مصير أصبح مجهول. قررت إدارته أنها تأجل الدورة السادسة للمهرجان لأجل غير مسمى، والحقيقة أن الأسباب المعلنة لهذا القرار مش واضحة، لأنه بيان إدارة المهرجان اتكلم عن
تحديات عالمية ممكن تحرم المهرجان من طابعه العالمي والإقليمي. طبيعة التحديات اللي قالها البيان حقيقة مش مفهومة، لأنه مهرجان الجونة قبل كده قدر يواجه مشكلة كورونا من غير ما يضطر إن هو يأجل الدورة. حتى في الدورة اللي فاتت لما حصلت حريقة قبل يوم الافتتاح بيوم واحد، المهرجان قدر يواجه الظروف دي من غير أي تأجيل. فموضوع بقى التحديات العالمية محتاج تفسير شوية، لأنه غياب مهرجان سينمائي ناجح هو في الحقيقة خسارة للفن المصري أيا كانت الآراء حوالين هذا المهرجان. ورغم أنه بيان المهرجان قال أنه إدارة المهرجان هتعلن بعد كده عن أي مستجدات تخص الدورة السادسة، لكن في كلام أنه قرار تأجيل الدورة الجاية من مهرجان الجونة هو في الحقيقة قرار بإلغاء المهرجان كله بصفة عامة. حتى هذه اللحظة الأمور يعني مش واضحة خالص، الموقف مش باين له أسباب ولا باين إيه اللي هيحصل، ولكن نحن نحتاج توضيح من إدارة مهرجان الجونة، هل الموضوع تأجيل فعلا ولا المهرجان هيتلغي تماما. في نفس الوقت اللي بنسمع فيه الأخبار دي، بنشوف امبارح راجل الأعمال نجيب ساويرس كان عنده مشروع خاص جدا، مشروع فني، حفلة موسيقية أحياها هو بنفسه كدي جي محترف. حفلة اتعملت بشكل احترافي كامل، من أول بوستر الحفلة للتذاكر للأداء الفني. طبعا حفلة الدي جي نجيب ساويرس أو الدي جي بيبو زي ما هو اسمه ظهر على البوستر، كانت في مطعم معروف في الزمالك. التذاكر خلصت اصلا قبل يومين من الحفله، ومش عارفين بقى هل نجاح حفله امبارح ممكن يشجع الدي جي بيبو بقى انه يواصل مسيرته الفنيه، ولا هيكتفي بلقب رجل الاعمال نجيب ساويرس. الحقيقه انه يعني نحتاج من نجيب ساويرس، يا ريته كان طلع وهو في الحفله قال لنا بس هو ايه اللي بيحصل في مهرجان الجونه. طيب الساحل الشمالي واللي رايح الساحل الشمالي هيلاقي حاجة مختلفة فترة الجاية بعد تطوير ورفع كفاءة طريق اسكندرية مطروح. طريق بقى 6 حارات رئيسية وفي 4 حارات جانبية وفي 9 كباري دائرية. فكرة الكباري دي انها بتسهل حركة العربيات من غير ما يحصل تقاطعات، وده بيخلي حركة المرور فيها انسيابية، حركة المرور تبقى سهلة، خصوصا انه في لوحات ارشادية واضحة. المهم بقى في كل ده انه يبقى في التزام بالسرعة المظبوطة. الطريق السريع السالك ممكن يغري بعض الناس بالسرعة، وده خطر جدا. فاللي رايح يصيف في الساحل هيلاقي طريق اريح، طريق امن جدا، فياريت بس هو يلتزم بقى بقواعد المرور. مش عايزين نسمع عن الحوادث اللي بنسمع عنها كل سنة بتاعة الساحل، يعني بندخل على شهر 7 وبتبقى الناس في الويك اند، ناس كتير راحة الساحل واحنا بنبقى المفروض رايحين نتبسط، مش رايحين نحزن ولا رايحين نفقد ناس بسبب حوادث السبب الأول والأخير فيها السرعة. فالحمد لله الطريق بيتحسن، في حارات مرورية زيادة، بس نلتزم بالقواعد المرورية ونلتزم بالسرعة علشان ما يحصلش أزمات زي ما كنا بنشوف في السنوات اللي فاتت. احنا رايحين نتبسط مش رايحين نحزن، ومش هتفرق ربع ساعة، مش هتفرق ربع ساعة خالص، ولا حتى نص ساعة ولا ساعة. طيب أزمة أسرية بيعيشها حسني عبد رب ونجم النجم السابق لمنتخب نادي الإسماعيلي ومدير الكرة الحالية، هو نجم المنتخب ومدير الكرة في نادي الإسماعيلي. والحقيقة إنه موضوع عائلي تحول لقضية عامة بسبب فيديو لنور الله. نور الله دي بنت حسني عبد رب، عندها 12 سنة، هي بنته الكبيرة من زوجته الأولى. نور عملت لايف على الفيسبوك واتكلمت عن ان ابوها بيسيء المعاملة معاها وبيهملها وبيضربها، اتهامات كتيرة جدا قاسية، اوصاف قاسية وجهتها نور لابوها في الوقت اللي انتشرت فيه بعض الصور والفيديوهات والمعلومات اللي بتنفي كلام نور تماما. المعلومات بتقول ان حسني عبد ربه بنى جامع باسم نور بنته في ابو صوير في اسماعيلية، وان الجامع ده كلفه اكتر من 2.5 مليون جنيه،
الصور والفيديوهات بتقول انه حسني عبد رب مرتبط جدا ببنته وان علاقتهم طبيعيه جدا، وده بيظهر في مناسبات كتير زي عيد ميلادها، زي المناسبات العائليه اللي جمعته مع نور واخواتها. وسط كل الفيديوهات دي بما فيها فيديو نور اللي بتهاجم فيه والدها، في الحقيقه سؤال بيطرح نفسه، هل عرض المشاكل العائليه على الملأ بيساعد على حلها ولا بيعقدها اكتر؟ ده سؤال ما نقدرش يعني نحمل مسؤوليه اجابته لبنت عندها 12 سنه الحقيقه، لكن المسؤوليه هنا بتقع على اي طرف اتسبب بطريق مباشر او غير مباشر في تحويل خصوصيات اسره مصريه لموضوع راي عام. الحقيقه مش قادره اتعاطف مع مشهد فيه طفله بتسيء لابوها، ولا عندي اي تعاطف مع الازواج والزوجات اللي بيستخدموا اطفالهم عشان يصفوا حسابات ما بينهم وبين بعض، لانه اول ضحيه للاسلوب ده هم الاطفال نفسهم، وده واضح جدا في فيديو نور وفي اسلوبها وفي الفاظها وانفعالاتها اللي الحقيقه هي محتاجه تحليل نفسي. معانا على معانا على التليفون الدكتوره ايمان رئيس استشاري العلاقات الاسريه. دكتوره ايمان اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده، والحقيقه فيديو يستحق ان احنا نتوقف عنده كتير. طفله عندها 12 سنه طالعه بتهاجم ابوها بالفاظ صعبه جدا، وبتهاجم زوجة ابوها وبتدخل بكلامها في الاعراض، ازاي تحللي المشهد ده؟ ايه اللي يوصل بنت عندها 12 سنه لكده؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه انجي. بصي، هو ممكن يكون الموضوع صادم شويه للمجتمع، بس اللي في مجالنا وموجود في مجالنا على طول، بالذات انا بقالي 13 سنه في المجال ده، هيعرف ان طريقه اللغه دي اللي بتتكلم بيها البنت، 70% من الاطفال اللي اهاليهم منفصلين عن بعض ما انفصلوش انفصال محترم، انفصال فيه رقي، انفصال فيه اخلاق بتوصل للدرجه دي. خلينا نفصل بين البنت والسلوك عشان اقدر اعالج السلوك. البنت ضحيه، السلوك غير مقبول بالمره، ولكن لو جينا قلنا سبب السلوك ايه، هتلاقي الاهل غالبا، الاهل للاسف بعد الانفصال اللي بيبقى فيه عنف وفيه حرب بيستخدموا كل طرف الاطفال كسلاح. بدليل بنت قالت في الفيديو بابا خلاني 4 شهور اكذب على ماما. بصي، هي البنت بجميع الاحوال ضحيه، ضحيه يعني قولا واحدا، ولكن لو حضرتك احنا كمجتمع عايز فعلا يحاسب ان احنا وصلنا بنت زي دي طفله طالعه تشتكي لسوء المعامله بالطريقه والاسلوب ده. هل البنت غيران على ابوها؟ انا حسيت من طريقه كلامها لانها حاطه نفسها في مواجهه مرات ابوها، بتقارن بينها وبينها، يعني بين نفسها وبين مرات ابوها، واتكلمت الحقيقه باسلوب مش لطيف. هل البنات يعني بيغيروا على ابهاتهم وممكن توصل ان احنا نشوفهم في مشاهد زي دي، خصوصا لما يكونوا ضحايا طلاق؟ أنا لسه النهارده كنت في محاضرة مع أولياء الأمور، وبقول لهم، بواجه رسالتي للآباء، بقول لهم البنت بتشوف الأب في حياتها أول حبيب وأول حد في حياتها قدوة، فبتحس ارتباطها بالأب قوي جدا، بدليل إنك بتلاقي كتير أمهات بتغير من البنات والعكس. بتغير من بنتها يعني، ممكن أم تغير من بنتها؟ طبعا بشوفها، طبعا بشوف حالات كده كتير، لو هي ما عندهاش حته الحكمه والعقل تقول لك ده بيجيب لها وما بيجيبليش، وفي مقارنه. البنت في الفيديو ده ممكن يكون الاب ابتدى يتجاهلها، او ابتدى ما يبقاش في اهتمام بيها زي الاول، فابتدت تطلع تعمل اسقاط باحساسها الداخلي بالظلم والقهر والحرمان بالطريقه اللي حضرتك شايفاها دي. عشان كده يعني انا اما بنشوف حالات زي كده كتير بتمنى ان احنا نساعدها، يعني رسالة من برنامج حضرتك اهو، ومجانا اتواصل مع البنت ونساعدها، يعني افتكر ده دورنا كلنا. البنت عندها حالة صدمة؟ البنت عندها حالة صدمة وحالة انكار. بصي، احنا في حاجة اسمها جلد ذات وانكار، البنت مش قابلة الحياة اللي هي عايشاها، فهتلاقيها على طول في معظم كلامها بتنتقد وبتلوم وبتعاتب، هي متضايقة نفسيا. انا هقول لحياتك على حاجة، تخيلي معايا لو البنت دي عايشة مع أم سوية، وأنا أسفة إن أقول كلمة زي دي. والأم دي لسه كنت هسأل حضرتك، هي الأم فين أصلاً؟ والأم دي كانت دايماً بتوجه البنت ناحية الترابط للأب، خلاص إحنا انفصلنا، إحنا انفصلنا، ممكن يكون كان زوج ليكي فاشل بس أب كويس،
انا مش لازم احارب ولادي، يعني احارب جوزي بولادي. عارفه حضرتك الاطفال في السن ده بيبقوا عاملين زي ريكوردر، زي جهاز التسجيل، هم بيسمعوا كلام تكون الام بتكلم صاحبتها، حد من قرايبها في التليفون، او قاعدين مع بعض وبيتكلموا، لانها قالت كلام اكبر من سنها بكتير الحقيقه. فانا احساسي الشخصي ان هي سمعت الكلام ده وطلعت تردده في الفيديو كده بطريقه اوتوماتيكيه عفوائيه. بصي هي مش سمعته، هي عاشته. بصي البنت عاشت المراحل دي، فعشان كده رسالتي برضو لمامتها، انت كأم خلي بالك، الام او الاب اللي بيقسوا اللي بيشربوا ولادهم كاسه كره لاي طرف من الاطراف بيشربوه وبياخدوه، لانه انت بعد كده ما بيكبر ما بيعرفش يحب مين ويكره مين، بتعملي تشتت خارجي بينه وبين حياته وبينه وبين نفسه. الاب اللي بيحبني وبيعاملني كويس بس لازم اعامله وحش عشان ماما بتكرهه. يعني لو الام بجد عايزه تخلي البنت دي سويه، تحاول على قد ما تقدر ما تدمش في الاب، تحاول على قد ما تقدر تفصل بين علاقتها الشخصيه كزوج وكاب. لازم اتمنى يعني اللاعب يسمعني كويس قوي. هو رفض التعليق تماما واختفى تماما، يعني مش عاوز يتكلم عشان ما يعقدش. انا معاه جدا، لانه هو لو طلع اتكلم في الاعلام ممكن يعقد المسائل اكتر. وانا الحقيقه ما بحبش الامور الشخصيه تظهر، ولكن اما وانها ظهرت اصلا في كل حته، فاحنا انا مش بناقش حياه اللاعب الشخصيه بقدر ما بناقش ظاهره انه مشاكلنا بنناقشها على السوشيال ميديا. والجديد انه بنت صغيره عندها 12 سنه تعاقب ابوها او تحاول تنتقم من ابوها بالطريقه دي، هي عشان مش لاقي حد يسمعها. هو لو كان هو سامعها او بيتواصل معايا تفتكري كانت وصلت لكده؟ فرسالتي ليه اكيد هيسمعنا لو وصل له المداخله دي، احتضن بنتك، بلاش يعني بلاش تعاقبها على اللي عملته، غلطت وخلاص وكلنا خلاص، اصل مش هتقدر ترجع اللي فات، ولكن لازم تحتويها وتحتضنها، لان البنت دي انا اسفه ان اقول لك داخله في اضطرابات نفسيه، وداخله ممكن توصل للانحرافات الاخلاقيه. البنت دلوقتي دي مضغوطه، دي بنت داخله في مرحله صعبه جدا. فارجوك لو عايز فعلا تساعد بنتك بجد، لازم تساعدها بانك تحتويها وتخلي حد مختص يساعدكم، ويا ريت الام ترفع ايدها شويه عن ضغط نفسيه البنت كده. احنا في الاول وفي الاخر ولادنا هنتسال عليهم. اوعي إيه حضرتك تفتكري ان احنا بنخلف وخلاص، واكلتي وربيتي، انت ربنا هيسالك على التربيه وربيتي ولادك ازاي، وهتقفوا انتوا الاثنين قدام ربنا في يوم من الايام، والبنت دي هتقف تقول هم قصروا من ناحيتي. فعلى قد ما نقدر نتقي ربنا في ولادنا ده، بس مش في الحاله دي. احنا بنشوف على فكره يا استاذه انجي حالات كتيره تصعب عليكي. انا مره جت بنت قالت لي انا ماما ما بتعرفش تفرق بين اسمي واسم الكلبه. ماساه. انت عند حضرتك جيل طالع من تفكك اسري. احنا محتاجين توعيه شديده جدا في الجزئيه دي. محتاجين برامج تتكلم على الاطفال دي وتتكلم على اشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني حضرتك يعني انا بدعوك انك تشاركينا الفقره اللي بعد الفاصل. احنا بنتكلم عن ضحايا الطلاق، احنا بنتكلم عن الطلاق، واعتقد ان المشهد اللي شفناه احد الاثار السلبيه اللي بنشوفها عن او من الطلاق. واحنا فاتحين هنا في مصر جديده ملف الاحوال الشخصيه، وان شاء الله تكوني معانا طرف وعضو معانا في جلسه جايه. اشكرك دكتوره ايمان الرئيس استشاري العلاقات الاسريه، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقه قبل ما اروح لملف الطلاق، وده يعني مشهد واضح جدا من الاثار السلبيه للطلاق لما يكون الطلاق بيتم باسلوب مش الطف حاجه، يعني مش قادره اتعاطف مع سلوك نور، قادره اتعاطف معاها كبنت صغيره كشخص كده، ولكن سلوكها لا يمكن انه الواحد يتعاطف معاه. اللي عملتيه غلط جدا يا نور، غلط جدا. والام نور انت فين؟ وازاي تسمحي بده؟ وهل انت راضيه عن ده؟ وهل انت راضيه ان حياتك الاسريه كده ومشاكلك تطلع كده بطريقه واضحه، ولا انت بتستخدمي نور علشان تصفي حسابات؟ انا مش عارفه، انا مش بتهم، لكن انا مش عارفه الحقيقه، محتاجين اجابات منك. ايا كان اللي حصل يا كابتن حسني، معلش خليها عليك، زي ما قالت الدكتوره ايمان، احتوي نور وتواصل معاها وحاول تقفل الموضوع ده وتلم الموضوع ده، لان احنا كده داخلين في سكه مش حلوه. انا بحترم حضرتك جدا انك انت رفضت انك تعلق، والحقيقه احسن انك عملت كده، ولكن مهم جدا انك انت تحتوي نور وتحل الموضوع وتلم الموضوع وما يكبرش عن كده. طيب
لسه كنا بنتكلم اهو، يعني المشهد ده مشهد واضح وصريح من المشاهد الصعبة اللي بنشوفها عند الأطفال لما بيكونوا ضحايا زوجين اتطلقوا. الحقيقة احنا النهاردة في مصر جديدة بنواصل سلسلة حلقات قانون الأحوال الشخصية. كنا وعدنا حضراتكم قبل كده ان احنا هنخصص حلقة كل أسبوع نناقش فيها بنود أو محاور قانون الأحوال الشخصية، ايه الثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية المطبق دلوقتي، عشان نقدر نوصل مع بعض كده لحلول لمقترحات تفيد الأسرة المصرية وتحافظ على الأسرة المصرية وما نوصلش للي شفناه النهاردة. النهاردة بالصدفة هو هنتكلم عن الطلاق، هنتكلم عن الطلاق الشفوي والطلاق الغيابي والخلع وتوثيق الطلاق، هل ممكن يقلل من نسب حالات الطلاق؟ هنا أكيد هنحتاج رأي الدين وهنحتاج رأي القانون، لأن اللي هنناقشه بعد الفاصل في مصر جديدة موضوع محتاج بقى بسرعة نناقشه وبسرعة نلاقي حلول للثغرات الموجودة في القانون القديم عشان ما نشوفش مشهد زي مشهد بتاع نور. قبل ما اروح الفاصل بس في خبر عاجل، انه دقيقة واحدة هفتح الخبر العاجل. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل او استقبل اليوم في مطار القاهرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه تاني مصر في زيارة تستغرق يومين. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إنه من المنتظر إن الزيارة تتضمن عقد مباحثات ثنائية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. فاصل ونرجع لحضراتكم في مصر جديدة. النهاردة هنكمل مع حضراتكم اللي بدأناه ونحن نناقش على مدار أسابيع ماضية ملف قانون الأحوال الشخصية. النهاردة هنوصل فيه لمحطة الطلاق، اللحظة اللي بتدمر كيان الأسرة اللي بتعتبر نواة المجتمع. مشكلة كبيرة، مشكلة اجتماعية كبيرة، إحصائيات بتقول إنه معدلات الطلاق في ازدياد. لو نرجع بس لسنة 2008 كان عندنا في مصر 80,000 حالة طلاق، السنة اللي فاتت الرقم ده عدى 220,000 حالة. طبعا كل حالة طلاق ليها أسبابها، ليها ظروفها، في طلاق بيحصل بالاتفاق والتراضي بشكل متحضر بيضمن حقوق كل واحد من الطرفين، ولكن طبعا النوع ده بيعتمد على الشخصيات الأزواج وعلى ضمائرهم. لكن في نوع تاني أو أنواع طلاق تانية بتتم حسب القانون اللي بيسمح مثلا بالطلاق الغيابي، الزوج ممكن فجأة بقرار كده منفرد ينهي كل حاجة بورقة على يد محضر توصل للزوجة وتبقى كده اتطلقت. لو الورقة دي ما وصلتش لإيديها لأي سبب زي مثلا تهرب الزوج من النفقة مثلا، ممكن الزوجة تعيش مع طليقها وهي مش على ذمته. في حالات كده فعلا على فكرة. هنا القانون طبعا ما ينفعش يعتمد على ضمير الزوج زي بالظبط في حالة الطلاق الشفوي اللي بيسبب مشاكل ومشاكل كتيرة جدا، لدرجة ان في ازواج بيعيشوا مع بعض وهم مش متأكدين لو كان جوازهم صح ولا غلط. عشان كده دار الإفتاء بتستقبل كل يوم حالات لأزواج وزوجات عايزين يتأكدوا إن كلمة أنت طالق اللي قالها الزوج تتحسب طلقة ولا لأ. هنا برضو نرجع لضمير الزوج مش للقانون، لأن الزوج لازم يقول هو كان في وعيه لما قال الكلمة دي ولا كان غضبان ولا كده، يعني بيقولها كده، ولما حلف بالطلاق كان إيه اللي في نيته بالظبط. طيب هو ينفع إن الطلاق الشفوي يتقنن والطلقة ما تتحسبش إلا عند المأذون؟ المنطق بيقول إنه اللي يتجوز بعقد يتطلق برضو بعقد، لكن هذا الموضوع لسه فيه لحد دلوقتي إشكاليات فقهية مش قانونية.
الحقيقة موضوع الطلاق بوجه عام موضوع مؤسف جدا، والطلاق الشفوي والطلاق الغيابي والخلع، محتاجين نتكلم عن بنود هذه النقاط في قانون الأحوال الشخصية المأمول اللي احنا نفسنا فيه، وإيه الثغرات الموجودة بشأن الطلاق والطلاق الشفوي وطلاق الغياب، شأن موضوع الطلاق كله، ان الواحد سواء كان الطلاق باي طريقه من الطرق او الطلاق خلعا، يعني ايه الثغرات الموجوده في قانون الاحوال الشخصيه اللي بيطبق حاليا، وايه المأمول في القانون الجديد. خليني ارحب بضيوفي الكرام اللي منوريني في استوديو مصر الجديده، الشيخ ابراهيم رضا احد علماء الازهر الشريف، اهلا بحضرتك. أهلاً بحضرتك. منورني وصديقي طبعا العزيز، اهلا بحضرتك. أهلاً الشيخ اسلام عامر نقيب المأذونين، اهلا بحضرتك. والنهارده مش هتاكلنا في القعده زي كل مره، وبرحب بضيفتي الكريمه المحاميه مها ابو بكر، نورتينا يا أستاذة مها. وخلونا نبدأ، أنا بحب دايما أبدأ من الشارع. إحنا نزلنا بكاميرا في الشارع وسألنا الناس، لو الزوج اللي عاوز يطلق أو الزوجة اللي عايزة تطلق ما نفذوش على طول الموضوع ده وراحوا للمحكمة، والمحكمة قالت لهم قدامكم 3 شهور شوفوا الموضوع ده ويمكن تتصالحوا، هل دي فكرة حلوة ولا لا؟ نشوف الناس قالت إيه. حضرتك في موضوع ان الزوج او الزوجه اللي عايز منهم يتطلق يروح المحكمه، فالمحكمه تاجل البت في الطلاق 3 شهور يمكن يتصالح. انا شايف ان دي فرصه ان الناس يعني تفكر كويس، وان يعني لو في مشكله دلوقتي وفكرنا فيها كويس ان احنا نحلها ازاي ناخد وقت، فالثلاث شهور دول هيدونا فرصه ان احنا ممكن نرجع في القرار ده. لا هي حاجه مفيده على حسب العلاقه، لو في طرف فعلا عايز يرجع هتبقى مفيده بالنسبه لي. والله هو مفيد طبعا اكيد، لان ده حرصا على الاسره واستقرارها، فطبعا حاجه مفيده حاجه كويسه يعني. ممكن الفتره دي ممكن هو يفكر كويس او يحس ان هو مثلا اتسرع او غلط، فهو ممكن مثلا يروح يتكلم معاها ويلاقوا فعلا حل. في شرع ربنا حكمه عليه كده ان هو لازم يستنى المده ديت. ده قرار كويس عشان ممكن يكون الطلاق جه فجاه، يعني ما كونوش لسه اخدوا قرار الصح، محتاجين وقت اكتر يفكروا يعيدوا تفكير في اللي حصل وكده، فحسن ده قرار ممكن ان هو ينقذ جوازات كتيره. بيدوا فرصه للزوجين يفكروا، لان لو معاهم اولاد ولا كده يعني ايه القرار مش سهل وبيتخذ بسرعه. دي حاجه ما تتاجلش، هم خلاص مش عايزين يعيشوا مع بعض، مش قادرين يعيشوا مع بعض، مش هيدوا لنفسهم، هم اكيد ادوا لنفسهم كل الفرص عشان يعيشوا طالما وصلوا قرار الطلاق. فكره معقوله يعني تديهم فرصه، في عيال في كده ممكن الامور ترجع تاني، ما فيش مشكله. فرصه الثلاث شهور تنفع مع بعض من الناس مش كل الناس. اكيد يعني لو هم ممكن يرجعوا يتصالحوا، ممكن لو هو يخليهم مع بعض يعني، بالذات لو هم لو كان في بينهم عشره جامده يعني ممكن الموضوع يخلص اقل من كده بكتير يعني. في ناس ما بينفعش معاهم يوم كمان، حد مش طايق، انا مش طايق الشخص ده يوم كمان، يبقى ايه الفكره ان انا افضل 3 شهور وانا مش عايزاه؟ لو هم شافوا ان الموضوع كبير منهم غصب عنهم، ساعتها لما يوصلوا قدام المحكمه هيفهموا ان لا كان الموضوع كبير خالص، ممكن ساعتها يقعدوا يفكروا تاني لا ويعيدوا كل حاجه، يعيدوا ترتيباتها، وان هم لا ما توصلش بيهم كده. مش لازم يفضلوا مع بعض لمده 3 شهور دول، ما الله اعلم ممكن 3 شهور دول يحصل فيهم ايه، ممكن يحصل فيهم تعنيف اكتر مثلا. ممكن تكون مفيده، يكون 3 شهور دول راجعوا نفسهم تاني، وممكن يكونوا خدوا ودوا مع نفسهم تاني فتره تانيه. ممكن يطلع تمام القرار اللي هو بتاع المحكمه في صالحهم وان هم يرجعوا لبعض، وممكن على حسب بقى لو في خلافات شديده بينهم الاثنين ممكن لا قدر الله يحصل يعني انفصال او حاجه. ممكن لو في ناس متسرعه في قراراتها عامه ممكن يديهم 3 شهور عادي، بس لو في مثلا مشاكل جامده قوي زي لو الزوج بيضرب زوجته او في حاجه ضرر واقع على حد من الطرفين، يعني انا شايفه ان المحكمه المفروض تاخد سرعه في ان هي تفصل ما بينهم يعني. احنا بدانا بالناس، عايزين نروح المحاكم والواقع في المحاكم، ايه اللي بيحصل؟ أستاذة مها، ايه اللي بيحصل في أروقة المحاكم وفي قاعات المحاكم؟ وهل فكرة انه الزوج او الزوجة لما يعوزوا يتطلقوا فكرة انك انت تقعد 3 شهور والمحكمة تديك 3 شهور يمكن يتصالحوا دي فكرة حلوة ولا ده بيعقد الامور؟ شفنا بعض الناس مع الموضوع ده انه ممكن يهدوا ويعرفوا ان الموضوع وصل للجد فيهدوا والموضوع ما يبقاش في طلاق، ولكن بعض الناس قالت لك، واحدة قالت لك مثلا لا أنا ممكن يعنفني أكتر، ممكن الدنيا تتفاقم أكتر،
المحاكم بتقول ايه؟ اروقه المحاكم بتقول ايه؟ طيب خلينا نقول الاول انه انا موافقه على فكره الثلاث شهور بس مع حبه شروط حاكمه. ايه هي حبه الشروط الحاكمه دي؟ اولا لو في عنف لازم طبعا يكون في فصل بين الطرفين فورا، حتى لو هنقعد نستنى الثلاث شهور. لو الزوجه عايزه تطلق علشان بتعنف او بتتضرب بالزبط. يبقى في شروط بالظبط كده. دي واحد يعني ما هل هنوفر هنوفر لها هي مكان ان هي تقيم فيه، هل هتفضل هي في منزل الزوجيه وهنطلب منه هو اللي يسيب المكان. لازم يكون كل حاله على حده ندرسها، دي واحد. ولابد كمان انه يعاون سياده القاضي ما يكونش بطوله، يعني يكون معاه حد اجتماعي وخبير اجتماعي وايضا طبيب نفسي على اعتبار ان هم يقدروا يقيموا الحاله دي. ده واحد. الحاجة التانية انه هل بعد الثلاث شهور بقى لو خلاص الإصرار على الطلاق، الثلاث شهور دول هتحسبوا من حياة مين؟ بمعنى انه بعد الثلاث شهور هتبدأ تاني الزوجة تمشي المشوار بتاع 7 سنين عشان تاخد حكم الطلاق ولا هيحصل ايه؟ فلازم يكون عندنا هنا ميقات للقضية كلها، ان يكون عندنا معاد هنفصل فيه في الدعوة. دي الحاجة التانية. السؤال اللي حضرتك سألتي عنه انه ايه اللي بيحصل في أروقة المحاكم؟ الحقيقة ان احنا عندنا كارثة مجتمعية ليها علاقة بمحاكم الأحوال الشخصية. الكارثة المجتمعية دي انه مثلا كل طرف او مثلا الزوجة ممكن ترفع 25 دعوة والزوج ممكن يرفع دعوتين، في حين ان احنا ممكن نحل القصة دي بروشتة كده لقانون الأحوال الشخصية. ايه الثغرة اللي في الحتة دي اللي موجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي اللي احنا لو صلحناها في قانون أحوال شخصية تستفيد منه الأسرة المصرية كلها؟ خلينا نقول ان اول حاجة فكرة الملف الواحد، ان لازم يكون في ملف واحد بين الطرفين. انه مثلا لو في الزوجه راحت المحكمه لاي سبب من الاسباب او الزوج راح المحكمه لاي سبب من الاسباب، يبقى هو في ملف واحد ما بين الطرفين. قاضي الموضوع ينظر في كل التفاصيل المتعلقه بالطرفين، سواء كان بقى عده، نفقه، اولاد، مسكن حضانه، الاثار المترتبه على الطلاق، لا والله هنتصلح ونرجع تاني نقعد مع بعض، طب ايه الحاجات اللي المفروض نفضها فيما بيننا. كل التفاصيل دي تبقى في ملف واحد. الملف الواحد ده في الحقيقه مصلحه اقتصاديه وطنيه، مش بس هو له علاقة بالمرأة والرجل، له علاقة بفكرة إنجاز العدالة، لا كمان له علاقة بفكرة توفير عدد الموظفين وتوفير عدد الحجاب وأيضا الملفات والمستندات الورقية والحاجات اللي بشكل ده. كمان إنه إحنا بنرفع من على كاهل يعني قضاتنا الأجلاء عدد القضايا والرول لا متناهي ولا إنساني في الحقيقة. يعني 150 قضية مثلا في اليوم ينظرها سيادة القاضي، ده بصراحة ما لا يتحمل عمله بشر. دي الحاجة التانية. طب خلينا نقول كمان مشروط بإيه؟ لازم يكون في حاجة اسمها شرطة أسرية. الشرطة الأسرية دي هي تبقى مختصة بكل التفاصيل اللي علاقة بالبيت، وده برضه مصلحة اقتصادية وطنية. ليه؟ لأننا هنرفع من على كاهل الشرطة العامة اللي الحقيقة عليها يعني أعباء كتيرة جدا ليها علاقة بضبط الشرع المصري وأيضا تطبيق القانون، هنشيل من عليها هذه المسائل وتبقى حاجة متخصصة، شرطة متخصصة فيما يتعلق ببيوتنا المصرية، تخش البيوت وتقعد مع الزوج والزوجة وحاجات بالشكل ده. يعني في تفاصيل كتير. طبعا كمان فكرة ان احنا نعيد صياغه ادخال البيانات على الكمبيوتر، ان ما يصحش ابدا، هتسهل حاجات كتير جدا. طبعا ما ينفعش لحد النهارده ان انا لما اكون عايز اعمل محضر يجي مواطن موظف هو اللي يشيل المحضر ويروح بيه للنيابه ثم يرجع من النيابه، يعني قصه تاخد لها استهلاك بنزين وبني ادمين وورق ووقت ومجهود ممكن نوفرها على نفسنا بشكل كبير جدا وعلى الدوله كمان. شيخ إبراهيم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. هل حضرتك مع الرأي القائل إنه اللي عاوز يتطلق يروح المحكمة والمحكمة تدي مهلة الثلاث شهور يمكن يتصالحوا فعلا؟ هل حضرتك شفت معنا التقرير؟ طيب الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين وخاتم النبيين، تحيات لحضرتك. طيب. طيب معانا بعد اذن حضرتك معانا هذا الفاصل. معانا ايه يا جماعه؟ استقبال الرئيس السيسي للامير محمد بن سلمان والمباحثات بينهما حول القضايا المشتركه بين الدولتين وبين الشعبين الشقيقين.
تابعنا مع حضراتكم مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لشقيقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. زيارة مهمة سيتم مناقشة فيها العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. طيب نعود مرة أخرى لضيوفي الكرام في استوديو مصر جديدة، وكنا نتحدث مع الشيخ إبراهيم رضا عن الصلح بين الرجل والمرأة. لو الراجل عايز يطلق مراته أو الست عايزة تطلق، هل حضرتك مع وجهة النظر اللي بتقول أنهم يروحوا للمحكمة وأن المحكمة تقول استنوا 3 شهور ربما يحصل الصلح؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد. خليني أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، علشان نجاوب على السؤال ده هنسأل سؤال ونقول لماذا شرع الطلاق. شرع الطلاق عند استحالة العشرة، خلصنا. يعني إذا شعر كلا الطرفين إنه ما عندوش القدرة على إنه يواصل هذه الحياة الزوجية خلاص. أنا هنا الإشكالية عندي في مصر مش الطلاق، لأن الطلاق ربنا قال إيه؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إحنا هنا عندنا لا في إمساك بمعروف ولا في تسريح بإحسان، إلا من رحم ربي وقليل من عبادي الشكور كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. نعم. هي الفكرة أن إحنا لازم نعلم الناس أنه عقد ديني مش عقد مدني، ولذلك لو علمناهم كده كل الورق العرفي اللي إحنا شايفينه في الشارع ده، إحنا بنتكلم على الشكل الرسمي. هل يعلم من بيده الأمر في هذا الوطن أن عدد الزواج العرفي بيفوق في بعض الحالات الزواج العادي اللي هو المشهر عند المأذون نتيجة إيه؟ لأسباب معينة. ده معنى إيه؟ معناه أنه انتشر في الجامعات، معناه انتشر لأن واحدة بتاخد معاش 20-15 ألف، أنا ليه أتنازل عنهم؟ فكله بيميل للورقة العرفي. فخلينا نقول هنا إحنا محتاجين صياغة للمنظومة ذاتها. يعني عارفة الإعلام بتاع زمان اللي كان بيقول لك انسي في حمامك القديم؟ انت محتاجة، احنا عندنا تشريعات كتير، لكن الإشكالية ومعانا السيادة المستشارة، الإشكالية ازاي انفذ صح؟ ازاي على أرض الواقع؟ قانون الأحوال الشخصية الموجود دلوقتي، هل ممكن الثغرات، يعني هل في ثغرات معينة تحول دون مفيش قانون مالوش ثغرات عدالة بالنسبة للزوج والزوجة؟ مفيش قانون مالوش ثغرات. هي الإشكالية في كل في الحتة دي المفروض يحصل الإشكالية في اللدد. احنا عندنا لدد في الخصومة، عندنا فجر في القطيعة، مفيش حتة. ده بيبقى في أطفال فكرة ان انا امسك طفل اعبيه، ولسه المجتمع كله قلب الدنيا على فيديو شهير صحيح. لحد قدوة انا على نفسي بحبه كأحد أبناء الأزهر، لما تطلع بنته وتشهر به، هو ده تصرف فردي وكلام من ده. لا، ده بينم عن أننا أمام مصيبة كبيرة، أن احنا بنستخدم ولادنا كقنابل موقوتة علشان ندمر بيها الحياة بالولاد. بالضبط كده. فهنا احنا محتاجين نعلم الناس ده. محتاجين ايه؟ محتاجين الأزهر، محتاجين الأوقاف، محتاجين دار الإفتاء، محتاجين الثقافة. الفكرة مش قانون بس. طب ما انت عندك قانون بيمنع التدخين في وسائل النقل، هل يجرؤ مواطن صالح يعلن انه متضرر من الرجل اللي جنبه اللي بيدخن؟ هيلوشه زي ما احنا بنقول بالتعبير البلدي. بس احنا هنا بنتكلم عن قانون الاحوال الشخصيه. قانون الاحوال الشخصيه ازاي ممكن نشيل اي ثغرات فيه علشان نعمل قانون احوال شخصيه جديد يحقق عداله للزوج والزوجه لصالح الاسره المصريه، عشان ما نشوفش مشهد زي اللي شفناه النهارده. ان انا ارجع لفكره الانصاف، ان انا وانا بشرع ببقى اعمى. طب هل صح ان احنا ندي فرصه 3 شهور؟ ومين هيقول لا؟ ما انت هتلاقي 99% من التقرير بتاع حضرتك من الشارع هيقولوا طبعا احنا مع ده. ليه؟ لان نسب الطلاق العاليه يعني بقت حاجه لا تبشر بخير. احنا محتاجين نقف، احنا اعلى دول العالم في الطلاق. وهنا ده هيرجعك لحاجه تانية بره. لو انت في استراليا ولا في امريكا، مفيش حاجه اسمها ان انا سبتها مني ليها كده في الشارع، بجيب 2 كيلو فاكهه هي بقى مراتي طالق وخلاص. لا، انت طالما خدت الدوله طرف وقلت انا رحت للمأذون وعلى ايد المأذون اتجوزت، من فضلك ما يبحش لك انك انت تسيبها لي كده على قارعه الطريق وتفك العقد من نفسك. لازم ترجع برضو المؤمنون عند شروطهم لنفس الصيغه. احنا بنلاقي ناس طلقت وهي مش عارفه،
يعني دي احنا مشكله لو دي مشكله لو بنبحث ازاي نديهم فرصه هنتكلم عن موضوع الطلاق الغير ده هو كمان حتى بيطلق الطلاق الشفوي واثره التدميري ان انا اقعد مع احنا بيجي لي المسجد تقول لي انا اتطلقت 3000 مره طب هات الراجل الراجل اساسا ما بيفكرش يخش مسجد يوم مش هيجي طب انا كده ايه طب انا موقفي ايه طب انا الكلام فانت هنا قدام حاجه يعني على راي امي تقول لك يعني ما حد يعني سمك في ميه ما انتش قادره تحط ايدك على الواقع المعاش احنا عندنا نسبه طلاق عاليه عندنا عنف ضد المراه عندنا استغلال من بعض الحالات في قانون الرؤية ان انا بذلك لا قانون الرؤية في حلقات جاية ان شاء الله لانه بس انا بقول لك موضوع بقولك كبير إن قوي وحلقات كتير والقانون ده بس الواحد. الشظايا بتاعت العلاقة دي مدمرة في كل نواحي الحياة انا شايف ان احنا عندنا اشكالية لان في تعنت في حالة من حالات التناطح طب انا عايز اسال شيخ اسلام شيخ اسلام حضرتك كمأذون بيجي لك ناس عايزه تتطلق بصرف النظر انك مستفيد ولا لا طبعا الطلاق هيدفعوا برضه زي ما دفعوا في الجواز يعني هل بيبقى حضرتك من مهامك انك تقول لهم او تحاول انك تصلح بينهما وكممثل لوزاره العدل في الموضوع ده تديهم فرصه 3 شهور ويرجعوا لي تحاول تكلمهم ولا صح ايه اللي بيحصل على ارض الواقع؟ رد سريع صغير قد كده فضل. لو المأذونين في جمهورية مصر العربية استجابوا لطلبات الأزواج في الطلاق إن شاء الله هتلاقي كم كبير من الطلاق في مصر ولذلك عمل المأذون اجتماعي قبل ما يكون توثيقي يعني اجتماعي جدا في حالات الطلاق بالذات على فكرة وجوب عليا مرة واثنين وتلاتة وبنخش من باب الصلح لأن كل مأذون في قريته ما بيحبش يسمع حد يقول عليه أصله بيحب الطلاق دي يعني ده أمر منتهي أرجع بقى للتقرير وللكلام في الموضوع ده إن شاء الله بإذن الله عاوزين نشوف معالي الوزير يبقى لكل بيت قاضي لأن المشاكل موجودة على مدار 24 ساعة أنت متخيلة يا أستاذة مها كم القضايا والدعاوى المرفوعة امام محاكم الاسره هو ده اللي احنا بنتكلم فيه احنا لو ظبطنا الثغرات الموجوده في قانون الاحوال الشخصيه الحالي مش هيبقى فيه هذا الكم من القضايا في المحاكم اصلا الثغرات الموجوده في قانون الاحوال الشخصيه ما هو الا تنظيم كيفيه ان يكون الطلاق في غيبه الزوجه دون ارادتها اللي بيها والكلام ده انا بقوله وبقول لحضرتك عصري اللي بيها انا عندي وثيقه طلاق الظهر بتاعها فاضي لو حطيت كل بند فيها يلزم الزوج بحق زوجته وأولاده هيتراجع نسبة الطلاق الغيبي اللي هو الطلاق الرجعي اللي هو دون إرادة الزوجة في غيبة الزوجة نرجع للطلاق بصفة العموم أنا عندي دعوة الخلع طلاق للضرر طلاق لدى المأذون كل الدية مجموعة بتتحط على السيستم بعدد الطلاق اللي موجود في جمهورية مصر العربية أما أشوف الخلع والطلاق للضرر الاتنين بيصدر عن حكم محكمة ألاقي 88% من دعاوى الطلاق المنظورة أمام المحاكم خلعا وال 12% طلاق للضرر اللي هي ممكن تقعد سنة 7 شهور 10 شهور لغاية لما تاخد حكم طلاق بعد أن تثبت مش أقل الضرر من سنتين يا أستاذة مها مش أقل هنفترض جدلا وانت متخيلة ان ما هو ده السبب ان الخلع اكتر ماشي ما انا مع حضرتك عشان تخلص. انت متخيلة كم القضايا اللي قدام رئيس محكمة واحد انا متخيلة وعشان كده وبنشوفه يعني لما يبدأ جلسته الساعة 8:30 9 الصبحية يخلص الساعة 3 احنا مش بنتكلم في الحتة دي احنا بنتكلم في المنبع القانون قانون الأحوال الشخصية نفسه لو إحنا نسد الثغرات ويبقى كل البنود واضحة كده مش هنقابل اللي حضرتك بتقوله مش أو أنا لما أحط شروط في وثيقة عقد الزواج على أن يتم سداد مؤخر الصداق في حال طلاقها دون إرادتها في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلاق أما أجي أنا يعني حضرتك شايف ان انا احنا اتكلمنا قبل كده مع حضرتك على وثيقه الزواج ان هي وثيقه الزواج اللي تحل الموضوع ولا القانون اصلا من المنبع المفروض هو اللي يتظبط هو اصلا ما عنديش قانون فيها اصلا هنظم ايه علاقه زوجيه يا متزوج يا مطلق مفيش بديل ايوه اللي هيطلق
يبقى الشروط اللي تتحط في عقد الزواج وتبقى مطبوعه في عقد الزواج ولا في القانون؟ عقد ما هو القانون اللائحة التنفيذية هتقول يتعمل واحد اتنين تلاتة، يبقى القانون. بالتالي وثيقة الزواج لما اجي احط شروط هتطلق مراتك في غيابها يبقى مؤخر صداقها ونفقت عدتها ومتعتها في خلال شهر تكون مسددها على طول، يبقى بالتالي وثيقة الزواج احيانا بتبقى مليانة شروط ممكن ما يلتزمش. يا فندم يا فندم احنا محتاجين قانون يا فندم، خلي وثيقة عقد الزواج الصادرة من يد المأذون صيغة تنفيذية، اجعلها صيغه تنفيذيه يا استاذ بهاء، يبقى اللي بيها لمجرد ان انا اقدمها للمحكمه طب ما القايمه واصله امانه وبيدوخها سنين عقبال ما يسلمها ابعدوا القايمه عن العلاقه الزوجيه، العلاقه الزوجيه دي حاجه منفصله لوحدها. طب اروح لاستاذه مها. استاذه مها احنا محتاجين سد الثغرات اللي في قانون الاحوال الشخصيه الحالي ولا نحل ده في وثيقه زواج وخلاص؟ والله هو الموضوع مكمل لبعضه البعض، خلينا نقول يعني الفكره اللي بيقولها مولانا طبعا فيما يتعلق بشروط عقد الزواج مهم جدا ان احنا نوعي اولادنا وبناتنا انه لابد كل اللي بنتفق عليه نكتبه، لان في الاخر الكتاب هو امر شرعي ربنا سبحانه وتعالى امرنا به، يعني هي اطول ايه في القران في سوره البقره اللي هي بتاعه الدين انه نكتبه، وايضا هو امر قانوني انه لما بنحب نثبت بنجيب قاعدة الثبوت بالكتابة، هو أول حاجة في قانون الإثبات. طيب نكتب كل التفاصيل اللي من أولها إيه، اللي من أولها إيه هو مقدم الصداقة، ما لقاش حد بيكتب لي المسمى بيننا عشان ما رجعش بعد كده ادور هو كان ايه المسمى بيننا، ايه مؤخر الصداق، لازم يتكتب ايه مؤخر الصداق. الست من حقها بالمناسبة تكتب انه في حالة الزواج باخرى ابقى انا طالق واخد كافة حقوق الشرعية. هل ينفع ده؟ هل ينفع ده يا شيخ اسلام؟ طبعا الطلاق على شرط وحيد الله. لا ينفع طبعا. دكتور ابراهيم يعني احنا بنتكلم بقى قولي لي صورتها كده حضرتك. لا يعني مثلا الطلاق المشروط ينفع؟ الطلاق المشروط هو هنا بيكون هي معاه هي الشروط اللي حطها في عقد الزواج، اذا هو ما نفذش يبقى من حقها ان هي ترفع فسخ العقد. يعني سؤال مش فسخ عقد ده مش طبعا لها الحق. بصي اتفضل، موضوع الاقتران بزوجه اخرى احنا ما نقدرش نمنعه. لا ولكن احنا مش بنمنعه، انا بقول انا مش عايزه اضرها، لو اتجوزت انا معايا بطاقه. يا استاذه يا استاذه انا النهارده اللي جاي بيتزوج بقول له من حبه عناية الاثنين ما تتزوج ما تجمع الاربعه، انا ماليش فيه، ولكن وجوبي عليك اعلام الزوجه الاولى كويس، اختار الزوجه الاولى وموجود عندي في القانون الشرعي. ده في مشكله لان ده هيبقى تحصيل حاصل، بمعنى ايه؟ هو شرعا ما اقدرش اقيد حريته في انه يرتبط، لان هي بمجرد اعلامها من الشيخ على طول المأذون هي هنا على طول مخيره بين ان تستمر الحياه او من عدمه. طبعا الكلام ده مش دقيق. ليه بقى؟ دقيق. لا لا مش دقيق. لا انا هقول بقى في المحكمه، حضرتك بتتكلم في الشارع بتتكلم في القانون. هتخش المحكمه عقد ديني مش عقد مدني. لا انا بتكلم دلوقتي هي داخله المحكمه عايزه تتطلق. ماشي زي ما حضرتك بتقول طلاق للضرر لزواج باخرى. نعم القاضي بيقول لها اثبتي لي ايه الضرر اللي واقع عليكي. طب ودي قضيتنا وهي دي اشكاليه. كويس تانية. حلو جدا، ما احنا عايزين نحل كل الاشكاليات. حلو ده. لكن هي من حقها ان هي تقول في حاله الزواج باخرى انا مش عايز استمر، وهنا ده يبقى شرط فاسخ في هذا العقد. ممكن يبقى فاسخ في الحاله دي هترفع. لا فاسخ طبعا. هو شرط فاسخ ولا فاسد؟ لا فاسخ. هترفع امام كل شرط. كل شرط يتعارض مع كتاب الله وسنة محمد. مفيش تعارض، هي مش بتقول ما تتجوزش. انت بتمنعيه من المباح يا سعادة الرئيس. لا, لا 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 انا بقيم. لا هي مش بتقول له ما تتجوزش، هي بتقول له لو انت اتجوزت. يا فندم في القانون الحالي يا استاذه مها ايه النهارده؟ هي الاشكاليه يا استاذه عشان نتكلم بصراحه، وانا كنت بتكلم مع مولانا قبل ما هيجي لي الزوج وهثبت له الكلمتين دول. المشكله الكارثيه ومش هيطلقها. مش هيطلق. لا هو مش هيطلقها. هي هترفع فسخ عقد مش طلاق. القانون بيلزم المأذون انه يتصل. طبعا. الاصل في الناس اللي هي بتراعي ضميرها خلاص، انه المأذون مجرد ما دخل عليه حد عايز يتجوز على زوجته بياخد رقم تليفونها ويكلمه فورا وبيبعت لها يختار فورا. ما بيحصلش ده. لا 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 الاشكاليه بقى في التمييز. لا بص هقول لحضرتك، هي الاشكاليه في ايه؟ في الموضوع الاقتران بزوجه اخرى، ان ما فيش واحد عنده الجراه ان هيقول لمراته انا رايح اتجوز. ادي واحد. اتنين، ما فيش واحد عنده الجراه انه هيدي عنوان صحيح للمأذون اللي اختارها، انما وجوبي عليا انا في خلال اسبوع من تا من تا من تاريخ توقيعه. لو العنوان هيعمل بس مش دايما لا لا اللي بيحصل غير كده. مولانا هيعمل ايه؟ مولانا مصدره ايه؟ مصدره اللي انا هقوله له. هقول له هي ساكنه في مصر الجديده بتوقيع في المعادي وبيوقع على فكره. ما هو كده كده مفيش مشكله هتقوم. بس يعني انا مش تزوير. انا
انا بالامس بالامس زوجها سالتني زوجها اتجوز عليها من 11 سنه ما عرفتش لانه حط عنوان وهمي. والعقوبه هنا ايه بقى في القانون؟ الادلاء ببيانات كاذبه يعني او الغرامه، وغالبا بتكون غرامه طبعا. مولانا هتحبسي ابو عيالك غرامه 500 جنيه ولا حاجه، هي لازم نراعي. وبعد ما تحبسه هتحبسي ابو عيالك؟ امال هي امال هو يروح يتجوز عليها ويكسر خاطرها بنفس المنطق؟ انا بقول لك اهو، انا لا يعني انتوا مش شايفينها بس شايفينه. بصي انا مش مع فكره الزواج الثاني والثالث والكلام، بس انا بكلمك على ايه؟ ان وجاهه هي ليه احنا وصلنا دلوقتي ان احنا بقينا بنستدعي الخراب قبل العمار؟ مش احنا اللي بنستدعي؟ مين اللي خرب؟ لازم نبقى على بينه. طب انا في بس سؤال هو تاني. غفور رحيم بعد حريم بعد اذن حضرتك وشديد العقاب للرجال. يا شيخ ده مخطئ. احنا نزلنا الشارع سالنا الناس في الشارع، هل من حق الزوجه اللي جوزت حوالي 10 سنين او اكتر وجوزها طلقها من غير ما هي عايزه، هي مش عايزه تطلق الست وقرر انه يطلقها خلاص مش عايز يكمل، هل من حقها تاخد نص ثروته؟ احنا سالنا السؤال ده للناس في الشارع، تعالوا نشوف الناس قالت ايه. لو الزوج طلق مراته من غير رضاها بعد 10 سنين جواز، هل تستحق النص اللي كسبه في الفتره دي؟ لا. عشان خلاص يعني هي دي رغبته، فهي هتعمل ايه؟ وجهه نظري انا من حقها الناديه، لو في الاخر خلاص لو مؤخرها هيسوى اكتر، ممكن يسوى اكتر من كده. هي كده كده لها حاجات بتاخدها. انا حاسب برضه ان هو طلقها ليه او عمل ايه يعني، لو خد لو خانها او حاجه يعني. مش هي اللي اشتغلت، هي بيبقوا متفقين طبعا على القايمه والمؤخر وكده، حسب بقى لو طلقها يبقى يدفع الحاجه دي. فلوسه هو مش فلوسها هي يعني، حتى لو هو طلقها خلاص هم علاقتهم انتهت. لا، لان دي حاجات تشريع من عند ربنا سبحانه وتعالى، محدش بيتدخل فيها. لا ملهاش حق، انت اللي تعبان فيهم، مش هي مش تعبانه في حاجه. لو بيطلعها الاسباب يعني غير رضا يعني اللي هي اسباب خاصه بيه، فهو تستحق اللي هي تاخد اللي هي عاوزاه يعني. فهو ما ينفعش طبعا ان هو يطلعها من غير رضا، لازم يكون في رضا بين الطرفين كده يعني المفروض، علشان هي شركته في حياته في العشر سنين ليها حق عليه. في الموضوع ده لازم ترجع للشرع تشوف الشرع بيقول كده ماشي، ما بيقولش كده يبقى لا. هو طلعها من غير رضاها، يعني هي مش راضيه بالطلاق، فهي تستحق الثروه كلها مش نصها بس، هي تاخدها كلها. لو كانت شغاله معاه ممكن نقول اه كانت شغالين مع بعض وهم كسبوا مع بعض، انما هي عشان مراته تاخد نص اللي كسبه؟ لا طبعا. يعني هو فعلا ليه يتجوزها بدل هو مش شايل المسؤوليه او كده؟ فهو لازم لما يتجوزها وبعد 10 سنين هي تستحق الاكتر مش النص بس. انا شايفه لو هي كانت مشاركاه من الاول وبيشتغلوا مع بعض وبيشجعوا بعض وراس المال ده طالع ليهم هما الاثنين، اه ممكن تاخد نسبه عادي. على حسب هي ان كانت مشاركه بهالشيء ام لا، فان كانت امراه عامله فهي من حقها. شيخ اسلام، تعليق حضرتك على اللي سمعناه، هل من حق الزوجه انها تاخد نص فلوس جوزها، نص ثروه جوزها لو هو طلقها بغير رضاها؟ لا، بعد 10 سنين من الجواز على الاقل. لا لا لا, 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 لا الحقوق الشرعيه مؤخر صداق ونفقه عده ومتعه. طب والمأكولات مؤخر الصداق هيبقى 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا حاجه صغيره يعني، مش يعني اتجوزت بقى لها كتير. هي مش اتفقت على كده؟ لا يقاس بقى في الحاله ديت، ودي بقى محتاجه ايه كلام من مشايخنا الاجلاء الافاضل. بالذهب. انا المفروض الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر. نعم. ال 100 جنيه كانت تجيب كام جرام ذهب؟ ايوه، يبقى قيمتهم النهارده تقاس على الجرام. شيخ ابراهيم اتفضل. برضو انا لا اؤيد هذه الفكره، بل بالعكس احنا عندنا اشكاليه في فكره ان هي حتى ما بتاخدش النفقه، فانا منين هقدر اشرع قانون انا اتجوزت واحده وانفصلنا بعد اسبوع تاخد نص ثروتي؟ لا بقول على الاقل 10 سنين، بقول على الاقل 10 سنين. القانون انا يعني هي هتقول لنا هتيجي في السنه ال10 هتطفح مش هجزأ القانون يا جماعه، حق الكد مش ما هي دي لو هي شريكه في الكلام ده انا ما عنديش مشكله اوكي، لكن انا بقول لك ان تقاعس الدوله عن منح المراه حق النفقه حتى الان اعتقد انه اراده. لو هي الدوله لما بيبقى ليها ايصالات كهرباء وغاز ما بتقدرش تاخدها مني ومنك، بتاخدها، فبالتالي انت ليه ما بتدينيش حقي من المنبع؟ مجرد ما اتطلقت من الشيخ اسلام
بيطلع 25% من مرتبه او 30% يوصلوا لي على طول على بيتي. بتقطع عنك الميه والغاز والكهرباء، هي هتقطع عنك ايه؟ بالظبط. هي تعمل لك طيب ما هو انت هنا، انا هنا اقدر اضمن لها حقها بدل ما بسيبها بتتساوى هي واولادها. استاذه ما هتفضل. طبعا مع حق الكد وال يعني والسعايه، وده اللي اقره مولانا الطيب الحقيقه شيخ الازهر، وانه احنا يعني الست تاخد نص ثروه جوزها. مش لازم النص يا استاذه، لو طلقها بعد 10 سنين على الاقل. خلينا نقول ان نعمل شرايح، نعمل شيء يعني بره كده. الربع يعني نقول ايه؟ يعني انا مش ايه؟ عارفه ممكن تكون قد ايه النسبه، لكن خلينا نقول ان هي ليها الحق في ثروه زوجها اللي عملها بعد الزواج، لان هي من وفرت له المناخ في الحياه، فهي شريكه. يعني هي شريكه معاه على المره وصحت الحلوه. لا يعني لما يكون على قد حاله لا عيشي مع جوزك، وما يكون وما يتغني ويروح يشوف اصغر منها وعايز يعدد وعايز كذا، ساعتها نقول لها لا لا طبعا حقها. يعني هي شريكته. تتحد الذمه الماليه في ديت، اشمعنى دي اللي بيتحد فيها الذمه المالية؟ لو هو مساعدها ممكن مفيش كلام، بس هنا بقى هنخش في ايه؟ في القوامة. اذا انتوا عايزين نقرب من مفهوم القوامة يبقى نتكلم في كل الحاجات ونفتح كل الملفات. طب وثروتها هي الخاصة بيها؟ هو ده بقى القوامة، ثروتها الخاصة بيها. هو ده شيخ ابراهيم، هتسمح لقسمها ولا تحوش قد كده من ورا منه؟ هي دي بقى فكرة القوامة. هل حضراتكم على استعداد ان احنا نفتح ملف القوامة وملف الثروة المشتركة؟ اكيد مش على استعداد. لا 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 طبعا، لا لا لا. طبعا اكيد مش على استعداد. واذا هي لها الحق في حق الكد والسعاية فيما يعني يكون لثروة زوجها. ده حاجة منفصلة، حق الكد والسعاية حاجة منفصلة، لانها امرأة عاملة. الحديث ده جه منين؟ من المرأة التي كانت تشارك زوجها في عمل المنسوجات. هي امرأة عاملة زيها زي اللي عند الدولة. الدولة زمان خدمات خدمة. اذا هي قاعدة في البيت وقررت ان هي تقعد في البيت تخدم بيتها وعيالها وجوزها، هو ده مش اقتصاد؟ ما هو الزمه ربنا. ما تزودوش الشقاق. ما تزودوش الشقاق. بالعكس، خلي بس واحدة واحدة. ايه دي بس عليا؟ وحيد الله. ايه دي بس؟ ايه دي بس؟ واحدة واحدة. ان الله مع الصابرين. ونعم بالله. صدق بالله. لا لا يا محمد. الشعب المصري ملوك تلوك. هبيع اللي ورايا وهبيع اللي قدامي وفلوسي هربها وما حلتش حاجه، هاتي بقى من اللي معاكي. وبعدين انا لازم افترض حاجه. لا يعني هو حضرتك بتفترض اللي هيتلاعب على القانون. طب ما كتير قوي اي قانون ينفع. انا بقول لحضرتك هل ده معناه ان احنا ما نحطش قانون؟ لا طبعا، حط القانون. انما تقول نص الثروه مش النص. او لا، لها حق تاخد نص ثروه جوزها. او لا بس وهنكمل الحلقه الجايه. حق الكد والسعايه دي قصه ثانيه، لكن العلاقه الزوجيه لها، لانه عقد ديني لها ما نص عليه الاسلام اللي هو مؤخر الصداق و27 شهر اللي هم السنتين والثلاث شهور. الشيخ الاسلام لها ولا لا؟ لا تاخد. لا لها. وعقد الزواج مش عقد ديني، هو عقد مدني بمساق غليظ. اشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. شيخ اسلام عامر نقيب المأذونين، الشيخ دكتور ابراهيم رضا احد علماء الازهر الاجلاء، والمحاميه الاستاذه مها ابو بكر. هذه الجلسه هنكملها لان احنا لسه ما لحقناش النهارده نناقش كل الزوايا، لان احنا لسه عندنا موضوعات كثيره تتعلق بالطلاق. الطلاق موضوع كبير جدا محتاجين نتكلم فيه في الحلقه الجايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. مع حضراتكم هنكمل نفس هذه الجلسة بعبارة روحي وانتي طالق، أو بورقة على إيد محضر ممكن تنتهي الرابطة المقدسة للجواز، ممكن تكون بتنتهي بقرار منفرد من الزوج. مين بقى هو الزوج؟ إيه مدى نضجه العقلي؟ إيه مدى ثباته الانفعالي؟ إيه اللي في ضميره؟ الله أعلم، لكن ده هو واقع الحال. عشان كده لما بنتكلم عن تعديل قانون الأحوال الشخصية بنتكلم عن محاصرة سلبيات هذا الوضع وفق قواعد الشرع ومقاصد الشريعة، اللي من أهمها تحقيق العدالة والمحافظة على الحقوق، وده أكيد من مصلحة المجتمع ككل حسب القاعدة الفقهية، حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. أشكركم شكرا جزيلا، بكرة إن شاء الله مصر جديدة.